احنا اليوم قاعدين ننتظر انشاء المدن العزاب. مدن العزاب هي موجوده في الشراكه، هيئه العامه للشراكه ما بين القطاع الخاص والعام لطرح 6 مدن عزاب. نعم. متى ما انشات مدن العزاب ذيك الساعه تقدر تخلي هذه المناطق. احنا يوم البلديه حطينا اكثر من حل. بس اعلنتوا انتوا عنها من فتره ماضيه. شنو هذه؟ عن سكن اماكن العزاب. سكن خاصه للعزاب او المدينه العماليه. مسلمه الى الهيئه العامه للمشروعات للشراكه ما بين القطاع الخاص والعام، راح تطرح اول واحده اللي هي الجهره. جنوب الجهره يعني شغالين بالمشروع. اي اول منطقه ستطرح يعني. اول منطقه تشيل 30,000 عازب، 30,000 شخص. ممتاز. فيها تجاري وفيها مقاهيهم وشغلهم ومفصوله. اذا افتحوا المنطقه هذه شنو اجراءكم الحين؟ أخلاق. هل تبدون تخلون؟ هل تسجلون اسماء؟ هم راح يخلون بتلقائهم، هم راح تخلى مجرد وجود مناطق اسكانيه مناطق عزاب. نعم. هو شنو كان القرار؟ الزام الجهات الحكوميه باستغلال مواقع العزاب هذه لعقودها. هذول العزاب كلها عقود حكوميه. نعم. عقود نظافه، عقود الصحه، عقود الاشغال، عقود هذا، يعني هي عقود حكوميه. وجدوا التجار هذه المنطقه هي الملائمه لهم للسكن نظرا لتكاثرها ومع تراكم السنين. لكن ابو عبد الله الكثير يقول ان منطقه الجليب الان هي قنبله موقوته، اذا ما لحقتوا عليها لا يمكن ان شاء الله تصير مشكله. يعني انت اليوم انا اتكلم ترى هي يعني مو بلديه الموضوع، يعني اكثر من هي اكثر من جهه أكيد. ويمكن احنا اليوم انشاء مدن العزاب في اول مرحله هي الحل. صحيح. انشئ مدن العزاب وذيك الساعه تخليها. اذا احنا بانتظار ان شاء الله المدينه. المدينه اوريدي راح والمدينه راح ان شاء الله هي على الطرح خالصه ان شاء الله. متى تشون يعني التتشيل؟ لازم تفوز فيها احد المزايد المناقصين وبالتالي بعدين تبنى وتنتقل للعزاب. بالجهره قلنا منطقه بالجهره بس في 6 وراها، هي بس هاي بروتوتايب منزلينها كنموذج ترى على الكويت. اي بعدين راح تصير 6 مدن عزاب على كل محافظات.